عمير النائب الرابع لرئيس مجلس الجامعه لاكادير، هو المفوض ايضا في الشرطه الاداريه والمراقبه. هنا اليوم احنا بصدد اخلاء ملك عام ديال الجامعه اللي عمر منذ سنوات، يعني تقريبا واحد 15 عام فاش رجعنا للملف، يعني تم سحب الرخصه منذ سنه 2005 الى يومنا هذا. يعني هذا كيمثل الظاهره ديال واحد العدد ديال النقط السوداء في مدينه اكادير اللي حنا التزمنا على العاتق ديالنا كمجلس مسير للمدينه انه ان شاء الله بالمشاركه ديال الجميع يتم يعني محاربه هذه الظواهر هذه، لان فيها اشكال اولا بالنسبه للجماليه المدينه. المدينه كتعرف واحد الاشغال كبيره ديال التهيئه الحضاريه، يعني ولا يشرفنا يكون بحال هذه النقط السوداء. ثم ايضا ثانيا عارفين بانه كتكون مرتع لواحد العدد ديال الناس اللي مع الاسف ربما كياخذوا هذه المرافق اللي هي مسدوده وهذه المحلات المسدوده، وكتكون يعني بيوت ديالهم. ولكن الاشكال ايضا انه كاين المشكل ديال السلامه بالنسبه للساكنه، لان كاين واحد العدد ديال الظواهر مشينه كتكون في هذه المحلات هذه، يعني من تسكوع عدد ديال الظواهر اللي هي خايبه. بطبيعه الحال هذا الاخلاء ديال الملك العام يعني كيجي احتراما لجميع الضوابط يعني والمسطره الاداريه يعني القانونيه. اذا هذا مسؤولي ديالنا، كنتمنوا ان شاء الله يعني ايضا يكون الخيرات ديال الجميع كل على حسب مسؤوليته، اللي تمكن يعني من محاربه هذه الظواهر هذه ديال هذا يعني الخربات هذه الاوراش اللي محلات اللي هي مهجوره. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.